بتغطية تقارب 35% من حاجيات السوق الوطنية، تعمل وحدة صناعة الكوابل الكهربائية بغليزان على دخول السوق الخارجية من بابها الواسع، خاصة بعد الإجراءات والتسهيلات التي وضعتها الدولة لصالح المستثمرين على غرار هذا المصنع المختص في صناعة الجلود. الآن الدولة راهي واقفة معنا، السلطات المحلية واقفة معنا، الدولة راهي قدمت تسهيلات، حنا بقات لنا غير يعني نزيدوا شوية إن شاء الله الوضع هذا الاقتصادي العالمي والوضع تاع الكورونا اللي كان ينقص شوية، وإن شاء الله ننطلقوا في التصدير تاعنا إن شاء الله. عندنا عراقيل، أي مهنة ولا أي مشروع تخدموا فيه عراقيل، كما اليوم كانت عندي زيارة تاع السيد الوزير ونطيط وانشغالات التوعي. والحمد لله يا ربي راه يسلي في شحال من العرقله اليوم يسلي فيهم. مرافقة الشركات الخاصة والعمومية لتسهيل عمليات التصدير برفع كل العراقيل خاصة البيروقراطية يقابلها شرط إلزامية مطابقة المعايير الدولية. الحمد لله يعني الآن حجم التصدير يضاعف يوم بعد يوم، والحمد لله يعني منذ 2020 كل العينات اللي تصدر ما يشترجع نظرا ل ضوابط للحكومة وضعتها على عملية التصدير، لأن الشيء المصدر هو تسويق لصورة المنتوج الجزائري. هي إذن سياسة وجب اتخاذها للاندماج في الاقتصاد العالمي والمشاركة بكفاءة عالية من خلال عرض منتوج بمواصفات تنافسية.